الشخص أو المريض قد يحتاج تغيير المفصل لما بيحصل خشونة متقدمة، سواء كان في مفصل الحوض أو في مفصل الركبة أو في الالتهابات الروماتيزمية أو بعض الإصابات اللي بيؤدي لخشونة متقدمة. تغيير مفصل الحوض أو الركبة بيحسن نوعية الحياة للمريض، بيقلل الألم تماما وبيخليه نشيط ويقدر يتحرك ويرجع لحياته ويمارس حياته الطبيعية. مستشفى كرومول بتقوم بده على أحدث وجه باستخدام تكنولوجيا الروبوت والمفاصل المفصلة خصيصا لتغيير المفصل، مع فريق الرعاية المتكاملة ومع فريق قسم مخصص لتغيير المفاصل ومع الفريق للعلاج الطبيعي، بيقدموا من أحسن النتائج في المملكة المتحدة وفي العالم، ومن أحسن المراكز لتغيير المفصل سواء كان الحوض أو الركبة.